أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذا أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا الصفحة 12 13 والصفحة 14. إذا أحسنتم، لدينا نص موكب الشموع. إذا نبدأ بعد أحبتي الصغار. إذا أستعد للقراءة. إذا يعرف المغرب مجموعة من الاحتفالات الموسمية، أذكر بعضها. إذا من بين الاحتفالات الموسمية التي يعرفها بلدنا الحبيب، منها مثلا موسم موكب الشموع الذي يقام بمدينة سلا، وكذلك أيضا بمدينة فاس. كذلك أيضا لدينا عيد عاشوراء يقام في جميع المدن والقرى المغربية، كذلك أيضا عيد الأضحى وعيد الفطر وغيرها من الأعياد الدينية والوطنية. إذا ألاحظ وأتوقع، إذن انطلاقا من عنوان النص والصورة المصاحبة أختار توقعا مناسبا لمضمون النص. إذن كما كتشوفوا معي هنا عندنا صورة، يبان هنا عندنا احتفال، يعني احتفال. هنا كما كتشوفوا أعلام مرفوعة ثم ناس بالزي الأبيض، ثم هنا عندنا شموع، هذا شموع. فضلا إلى عنوان النص فهو موكب الشموع. إذا النص غالبا سوف يتحدث عن موسم موكب الشموع الذي يقام بمدينة سلا وبمدينة فاس. أحسنتم. فكما يقام هذا الاحتفال الموسمي، خصوصا يقام في موسم، يعني في عيد المولد النبوي الشريف، يقام في مدينة سلا وفي مدينة فاس. فكذلك أيضا هنالك يعني احتفالات موسمية تقام في بعض المدن المغربية، فمثلا لدينا احتفالات ببوجلود الذي يقام في عيد الأضحى، وخصوصا بالمناطق الجنوبية من المغرب. إذا أحبتي على بركة الله نقرأ النص. إذا موكب الشموع، إذا يعتبر موكب الشموع من التقاليد المغربية الأصيلة في ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي لا تزال مدينة سلا تحافظ عليها إلى اليوم. إذا كانت مراكش وغيرها من المدن تتوفر على مصنع للشموع يعمل فيه عدد من الشماعين من فاس ومراكش، فإذا أقبل الطلائع المولد النبوي المنور، يعكف الصناع بهذا المعمل على إعداد الشموع، فيصنعون شموعا فخمة خصيصا لهذه المناسبة تكون أكبر من الأسطوانات، وتباري في شكلها ومنظرها النخيلة ضخامة وعلوا في ألوان متعددة بيضاء وحمراء وخضراء. يتفنن الشماعون في صنعها ويتنافسون في صياغة أشكالها وتزيينها، فإذا حان موعد الاحتفال نصبت فبدت كأنها مآذن عالية. وإذا حلت ليلة المولد الكريم ومالت الشمس للغروب، يكون الاحتفال بزف هذه الشموع في موكب ضخم تحضره مواكب المنشدين، ويشارك فيه جوق الآلات الأندلسية وأجواق محلية أخرى. والشموع محملة بعناية على الرؤوس من دار صانع الشموع، فتملأ الطرقات وتكتظ السطوح، وتطلق النساء الزغاردة، وينشد الكل الأغاني، ويردد الأهازيج، ويقرع الجوق الطبول، ويضج المتفرجون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على النبي الكريم، فرحا بحلول هذه المناسبة السعيدة. وبعد صلاة الصبح من صبيحة المولد النبوي، تكون هذه الشموع قد صففت في أماكنها الخاصة بشكلها البديع ومنظرها الرائع وألوانها الزاهية، زينة للمكان ومنظرا في غاية الحسن يبهج النفوس. وعند نهاية الاحتفال يسود جو من السكينة والصفاء، وقد شاعت هذه الاحتفالات البهيجة بمدينة فاس، وكذا الحال في مدينة سلا وغيرهما من المدن المغربية. واستمرت خلال عصور الدولة العلوية
إلى اليوم، حيث تنشد قصائد المولديات وتؤدى الأهازيج الدينية والأناشيد بكل بهجة وسرور. إذا صغاري أحسنتم، إذا أقرأ النص قراءة هامسة، إذا قرأوا بعد قراءة هامسة ثم أقرأوا قراءة جهرية معبرة، ثم بعد أقرأوا قراءة جهرية يعني بصوت مرتفع، ثم أقوم قراءتي بمساعدة أستاذي أو أستاذتي. أحسنتم. إذا أطفالي الصغار الآن ننتقل إلى الفهم، إذا أفهموا النص، إذا أغنم وجميع، إذا أضيف الصفات المناسبة للكلمة الآتية. هنا عندنا كلمة شموع، الشموع، إذا نضيف لها صفات انطلاقا من النص. مثلا في النص تقول شموع بيضاء، شموع حمراء، شموع خضراء، شموع فخمة، ثم شموع مختلفة. إذا صغاري بهذا الشكل، إذا هنا أضيف الصفة المناسبة للكلمة الآتية اللي هي الشموع. إذا هنا درنا حمراء، بيضاء، مختلفة، خضراء، ثم فخمة، والنص غني بالصفات. إذا اختار اللي بغيتو، أنا اخترت لكم هذا، إذا اخترت لكم حمراء، بيضاء، مختلفة، خضراء، ثم فخمة. إذا الشموع الفخمة، الشموع الخضراء، الشموع الحمراء، الشموع البيضاء، ثم الشموع المختلفة. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي، إذا أختار الجواب الصحيح مما يلي: يتم الاحتفال باستعمال الشموع في عيد المولد النبوي، عيد الأضحى، أم عيد الاستقلال؟ من طبيعة الحال فيتم الاحتفال باستعمال الشموع في عيد المولد النبوي. إذا غادي نديرو علامة هنا أو غنختاروا هذا الجواب هذا. إذا هاد الأجوبة هادو من الأحسن أنكم تكتبوها في الدفتر أصدقائي الأطفال. إذا أصدقائي الأطفال بهذا الشكل عيد المولد النبوي. إذا ثانيا أضع علامة إكس في الخانة المناسبة. إذا هذه العلامة دائما كنقول لكم يا إما كنسموها علامة إكس، علامة جداء، علامة مضروب، أو علامة في. إذا أضع علامة إكس في الخانة المناسبة. إذا هنا عندنا جمل، ثم عندنا صحيح أو خطأ. إذا غادي نديرو هذيك العلامة إكس يا إما في صحيح أو خطأ. إذا قرأوا معايا: حفل الشموع احتفال حديث الظهور. لا، خطأ. فيعتبر موكب الشموع من التقاليد المغربية الأصيلة، يعني العريقة، يعني القديمة. إذا خطأ. إذا نديروا علامة بهذا الشكل هذا، خطأ، لأنه احتفال عريق، يعني قديم جدا. إذا نمر إلى الجملة الموالية: يصنع الشماعون الشموع الضخمة طيلة السنة. خطأ، توا خطأ. حيت علاش يصنع الشماعون الشموع فقط في عيد المولد النبوي فقط، ليس طيلة السنة. بهذا الشكل أحبتي الصغار، إذا تحضر الموسيقى خلال الاحتفال بالمولد النبوي. نعم، فهنالك أهازيج وكذلك أيضا موسيقى تحضر في هذه الاحتفال. إذا أحسنتم، إذا صحيح. إذا بهذا الشكل صغاري الأعزاء، إذا تحضر الموسيقى خلال الاحتفال بالمولد النبوي، صحيح. إذا أحبتي الصغار الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال هنا يقول: أستخرج من النص ما يدل على أن المدن العتيقة بالمغرب هي التي تشهد الاحتفال فقط، ثم للرسول مكانة خاصة في قلوب المغاربة. إذا أطفالي، بالنسبة للسؤال الأول لدينا هنا، هذه الجملة ذكرت في الفقرة الأخيرة من النص. إذا: وقد شاعت هذه الاحتفالات البهيجة بمدينة فاس، وكذلك الحال في مدينة سلا وغيرهما من المدن المغربية. أعيد: وقد شاعت هذه الاحتفالات البهيجة بمدينة فاس، وكذا الحال في مدينة سلا وغيرهما من المدن المغربية. أما بما يخص السؤال الثاني، فيضج المتفرجون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على النبي الكريم. هذه موجودة كذلك أيضا في الفقرة الأخيرة. إذا يضج المتفرجون بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على النبي الكريم. أحسنتم. هادشي علاش كنقول لكم دائما احبتي الصغار خصكم تقراو النص قراءه جيده، حيت كل ما قريتوه وعاودتو قريتوه وعاودتو قريتوه، يعني هكا كيسهل عليكم انكم تجاوبوا على اسئله النص اجابه صحيحه. اذا احسنتم.
إذا صغار الأعزاء الآن مروا إلى الصفحة 14. إذا السؤال الثالث، إذا أرتب الأفكار الأساسية التي حسب ورودها في النص. إذا غنرقمهم من 1، 2، 3. إذا هدنا الفكرة الأولى انطلاق الاحتفال في جو من البهجة والسرور. الفكرة الثانية استعداد الاحتفال بذكر المولد النبوي. إذا الفكرة الثالثة استمرار الاحتفال بهذه المناسبة إلى اليوم. إذا الفكرة الأولى هي الاستعداد للاحتفال بهذا بذكرى المولد النبوي. الفكرة الثانية هي انطلاق الاحتفال في جو من البهجة والسرور. أما الفكرة الرابعة فهي استمرار الاحتفال بهذه المناسبة إلى اليوم. إذا صغاري غادي نرقمهم بهذه الطريقة، هذه 1، 2، 3. إذا هذه هي الفكرة الأولى، ثم هذه هي الفكرة الثانية، وهذه هي الفكرة الأخيرة والثالثة. إذا هنا عندنا السؤال الرابع، تأكدوا من صحة توقعاتي. إذا كنا درنا توقعات في بداية الفيديو، يعني قلنا أن النص سيتحدث عن موكب الشموع الذي يقام بمدينة سلا وفاس، وبطبيعة الحال فصحة توقعاتنا كانت في محلها. فالنص سيتحدث عن موكب الشموع الذي يقام في بعض المدن المغربية العريقة من بينها سلا ومدينة فاس. إذا صغاري دابا غادي ننتقلوا لأركب وأقاوم. إذا السؤال الأول، أصوغ الفكرة العامة للنص، ثم أبدي رأيي في الاحتفال بموكب الشموع، ثم أذكر بعض الاحتفالات المماثلة التي تقام بمدينتي أو قريتي. إذا هنا صغاري أصوغ الفكرة العامة للنص. إذا كتبت لكم، يعتبر موكب الشموع من التقاليد المغربية الأصيلة في ذكرى المولد النبوي الشريف، واستمرت خلال عصور الدولة العلوية إلى اليوم. إذا هذه كفكرة عامة للنص. إذا نعيد، يعتبر موكب الشموع من التقاليد المغربية الأصيلة في ذكرى المولد النبوي الشريف، واستمرت خلال عصور الدولة العلوية إلى اليوم. أحسنتم. أما فيما يخص السؤال الثاني، أبدي رأيي في الاحتفال بموكب الشموع، فكتبت لكم موكب الشموع احتفال رائع وجميل يذكرنا بتقاليدنا العريقة. أعيد، موكب الشموع احتفال رائع وجميل يذكرنا بتقاليدنا العريقة. أما فيما يخص أحبتي الصغار، بأذكر بعض الاحتفالات المماثلة التي تقام في مدينتي أو قريتي، فأنتما كل واحد وفين كاين، يعني ضروري غتكون عندكم احتفالات في المدن أو في القرى ديالكم. بالنسبة لي أنا درت لكم فقط هنا نقاط، فقط 3 احتفالات، ذكرت فقط 3، وهنالك العديد من الاحتفالات في المدن المغربية. إذا ذكرت لكم هنا موسم بوجلود، يعني يقام في عيد الأضحى، كذلك أيضا عاشوراء، فيقام في عاشوراء، يعني يقام في جميع تقريبا المدن المغربية. ثم عندنا هنا السنة الأمازيغية، أو كما يطلق عليه بالأمازيغية إيد يناير، فهو احتفال جميل يقام لدى الأمازيغ المغاربة. إذا أحبتي الصغار، سالينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية واللي هي حصة الصرف والتحويل. ما تنساوش أحبتي الصغار أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم جميع الدروس، كذلك خليوا لي جيم الفيديو باش هكا يوصل أكبر عدد ممكن من التلاميذ. واللي ما فهمش شي حاجة أو عنده تساؤل يمكن يخليه لي في الكومنتير. إذا أحبتي الصغار، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء تاع الحصة الماجية إن شاء الله.